فقال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. رواية جمهور الذين رووا الصحيح عن قدميه بالتثنية، ورواية أبي ذر الهروي لو كنت عنده لغسلت عن قدمه بالإفراد. عن قدمه والمقصود عن قدميه معا، لأن المفرد إذا أضيف إلى الضمير يعم. وذلك مثل قول الشاعر بهاجية الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. أما جلدها أي جلودها، لأنه مفرد أضيف إلى الضمير، فعمك قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فأفرد العم والخال لكن أضافه إلى الضمير، وإضافته إلى الضمير تعم. المقصود بنات عمك عموما من قبيلتك، وبنات خالك بنات أخوالك عموما من قبيلتك، ولا يقصد به عم واحد ولا خال واحد.